صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. خد فكره واشتري بطيخه لبكره باتنين ونص. تعالى بص اتنين ونص. يلا بينا يا علمين. يلا بينا يا فندم. تعالى بص اتنين ونص. تعالى بص اتنين ونص. تعالى بص اتنين ونص. اديله 100 150 150 2 ونص. اديله 150 75 2 ونص. 72 2 ونص. على 150 على تعالى بص 2 ونص. تعالى بص 2 ونص. ولا غور 150 150 2 ونص. وتعالى وبص 2 ونص. تعالى وبص 2 ونص. ماشي يا صاحبي.
انت ما بلغتوش ليه على العشر بكاوي اللي لسعوهم منك؟ عشر بكاوي؟ طلع مين الولدين دول؟ واحد اسمه بركات والتاني اسمه مرزوق. مرزوق؟ مرزوق ده اللي حرق الخمارة بتاعت مشري؟ بالذمة مش مكسوفين من نفسيكم؟ عيالين ما يسووش نكلة يلعبوا بيكم بالشكل ده؟ من مصلحتكم يا بهوات ان الكينج ما يعرفش حاجة عن الموضوع ده، وإلا هيكون موقفكم زي الزفت. ده احنا افتكرناهم من رجال الكينج. الماشفين دول استحالة طبعا. يعني عدم المؤاخذة نشوف لنا صرفة معاهم؟ لسه بتسأل يا بلاسي؟ جبتك سعيد. مع السلامة، اتفضلوا. الو، انا امين يا كينج. سمعت لسيادتك اللي حصل في السوق. اي خدمة. اهلا يا معلمين، افتحوا الطريق. خد. مش لزوم يا معلم. هاي الشاي والدخان امسك. خيرك سابق. امسك لديك في وشك. ماشي. افتح الطريق منك له. طريق السلامة. طب ليه؟ بمزاجي. طب ما هم وسعونا من غير ما ندفع. ابص لقدام. باشا
طيب انا حصان. جاهز يا رجال. حاضر يا معلم. ولا رسائل تتهموا مين بحرق العربية؟ ربنا هو المطلع يا سعادة الباشا. يعني ما انتش عارف مين اللي حرقها؟ احنا لو نعرف نقول يا سعادة الباشا. مش كده بركاته؟ كده يا صاحبي. مش كده بطل؟ يعني ما بترديش يا بطل. على ايه بيه؟ مين اللي حرق العربية؟ معرفش يا بيه. يقفل المحضر في تاريخه ويقيد الحادث ضد مجهول. السلام عليكم. منين يا عم دور شهر وانت كده بتصارع على جمال النبي؟ حاضر. يلا يا عم.
عربيات الباشا دي هو في نقل النهارده؟ معرفش. الله، طب يلا بينا نشوف في ايه. السوق لازم يكون راجل، والراجل ما يسيبش نفسه للعيال تلعب بيه. احنا طول عمرنا رجاله يا ملك. بأمارة ايه؟ ما تاخد من مخازنك شحنة التفاح يا بلاسي، ولا عربيتين النقل اللي خدوهم العيال وفكوهم وبقاهم خردة في وكالة البلح. هي دي الرجولة يا رجالة؟ ما هو عدم المؤاخذة خدونا على اخوانا يا ملك. كنتوا فين؟ نايمين على بابكم انتوا ورجالتكم؟ لا اله الا الله، دي أول غلطة يا كينج. كل نهاية ولها بداية يا باشا. ما هو غوره ملوش سعادة. أمين؟ أيوة كينج. هاتلي العيلين دول من تحت تقطيع الأرض. Thank you.
ما ترد السلام يا رجاله، ده انا جاي لحديكوا. ايه اللي حدفك علينا؟ فعل خير. بأمارة ايه؟ صدقني انا افتكر لك يا بصرة وكل عبدة بدمعك. حلوة صاحبي. وراس ابويا يعني غرضي مصلحتكم. خلصت جاي ليه؟ امين بيه بعتني عشان بيبيع ايه ده؟ واه ده فوكاته كبير ومتصيط ودراع الملك اليمين وكلمته تسوي قلوب. ما يدخلش لذمتنا مليم يا اخوانا، ده راجل زين ومستنظركم. بقولك ايه، اللي عايزنا يجينا. صدقني انت وهو ده قاعد مستنظركم. اخلص انت. انا جيت لك بنفسي يا اكسلانس. عايز ايه؟ مش انا اللي عايز، الكينج هو اللي عايز. وادي الكارت بالعنوان. راسي تعبان. ما هو اللي عايزنا يجينا. الكينج مستنيكوا في الفيلا بعد ساعة. نصيحة أخوية، اوعوا تتأخروا على الكينج. ده ميه من تحت تبن، ده اللي قتل ابويا. قعد يتودد له لحد ما امن له، راح نادى على دعيته. قلبه ما استحملش الحسره مات. ما تروحوش عشان خاطري، ما تروحوش. صباح الخير. فريد بيصحي؟ ايوه يا فندم، وبيرفع. اتفضل. صباح الفل يا فريد بيه. انا يا عبد الجواد. بسم الله. سبقتك. صباح الخير يا عبد الجواد. ايه اللي مصحيك بدري؟ مش عوايدك. اما انا عندي اخبار هايلة. امبارح ما روحتش الا لما لقيت لك الشقة المناسبة. طبعا. هو انت لسه مصمم على حكاية الشقة دي؟ اصلي انا ريمان هانم من احلام الكبرى ان يبقى ليا شقة خاصة بتاعتي لوحدي. كم حتة سكر؟ سبعة. طبعا ليك حق ان يكون لك شقه لوحدك، مش كده؟ اه. والشقه دي فين ان شاء الله؟ في الزمالك جنبك. تحب تشوفها؟ قوي. هلبس واجي معاك. مفيش داعي، مش عايزين نتحرك. يلا بينا. يلا بينا، انا جاهز. ايه رايك في الشقه في العماره دي؟ ها؟ بتطل على النيل وسعرها معقول جدا. 100,000 جنيه بس. 100,000 جنيه بس؟ وانا هشتريها ولا عايزكم فيه؟ اوعى رجلك. هتشتريها طبعا. هشتريها ازاي بقى؟ هشتري حصان في الهوا؟ طب افرض دلوقتي تعبت مع الجيران، اقدر اخد شقتي واروح اي حته انا عايز ايه؟ ها؟ افرض اللي تحتيه حب يهد شقته بقى هو حر فيه، مزاجه كده. ابقى انا وضعي ايه؟ متعلق انا وشقتي في الهوا؟ الجيران اللي في الدور الارضي سارجينه معايا ما رضيش يطلعوني من على السلالم. اعمل ايه انا دلوقتي؟ ابقى انزل على شقتي بالباراشوت؟ ما هو النظام كده دلوقتي، كله تمليك. إذا كان على التمليك بقى يبقى اشتري بيت من بابه. فيلا يعني؟ فيلا مش فيلا معرفش، بس تبقى كل حاجة بتاعتي. الأرض بتاعتي والسلالم بتاعتي والجيران بتوعي. وبالمرة أبني عشة فوق السطوح أربي فيها شوية فراخ، بدل الفراخ بتاعتكوا دي. وكمان أعمل فرن أعمل فيه شوية عيش مرحرح، بدل العيش أبو زرع بتاعكوا دي. نظرية برضو. بعد الظهر هكون دبرتها لك، وبالمرة أجيبها لك جاهزة. مفروش بالسرعه دي يا فريد بيه. بالفلوس تقدر تعمل كل حاجه وبمنتهى السرعه. اتفضل. ادي 5,000 جنيه اهم، مع اللي معاك يبقى 150,000. انا عديتهم 3 مرات. متشكر، الدار امام. نسجل بكره ان شاء الله. ان شاء الله. الف مبروك. مع الف سلامه. الله يسلمك. مع السلامه. انا هوصل رسالة. اتفضل. تمام يا فندم. تمام. متشكر. السلام عليكم. السلامة يا أبو حامد.
جنيه عمولتهم 10%، يبقى انا عايز 15000 جنيه دلوقتي. اتفضل. ايوه كده، مش تبقى قريب وحبيبي والصمصر عليا؟ لا صمصره ايه، ده انا كنت عاملها لعبه عليهم مش كده، وهو اللي ناخده منهم احسن من عينيهم. ما انا بقول كده برضه. بقول لك ايه؟ نعم. ما تخلي طقم الشغالين والبواب زي ما هم. ايوه، ونثبتهم ما يبقوش ظهراء. استريح انت دلوقتي وانا اجي لك بكره. بقول لك ايه؟ يا لئيم يا لئيم انت. مساء الخير. دودي مين يا ست انت؟ ما عندنا حد اسمه دودي هنا، النمره غلط. مش فريد بيه؟ انت ما عرفتش صوتي ولا ايه؟ انا نريمان. اهلا يا رمرم هانم. من دودي وانت رمرم؟ رمرم؟ الله. اسم دلع يجنن. الف مبروك على الفيلا. انا خدت النمره من عبد الجواد. حبيت اكون اول واحدة تانيك. عشتي يا رمرم الله يحفظك. انت عندك ايه الليلة؟ لا بقى، انا الليلة دي في تجلي ما بعده تجلي. ما كنتش احلم ان انا وهم هنبقى في يوم تحت سقف واحد. ودي يا مسيد دخلي الحاجات في اوضه البيت. حاضر يا بيه. ايه الحاجات دي كلها تعب جواب؟ فريد بيه الغطريفي لازم يظهر في منتهى لبها. هو انا مش قبها، ما انا قبها اهو. يعني برضو يا فريد بيه. بقول لك ايه، ما تاكل فحل البصل ده. لا 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 لا، ما انتش فيه ده. طوعني كله، هيخليك زي الحمار. انت حر. قال لي يا عبد الجواب، انت حسيتني في مصر كده من اربع حيطان؟ لا ازاي، ده انا عامل لك بروجرام يجنن. ايه هو؟ المتحف الزراعي، القناطر الخيرية، جنينة الحيوانات. متحف زراعي؟ بقى انا جاي من الفلاحين، توديني متحف زراعي؟ يا راجل انت، انا عايز حاجات من بتاعت الناس العتاولة دي. يا خلبوس انت. انا جاهز. وانا كمان جاهز. فريد بيه الغطريف، المليونير العظيم. اموت انا بالعربية ولا في اللي قبليه؟
بغير بغير. يلا طيب اسبقوني على ما اجيب شنطتي من جوه. يلا يلا وبسرعة بسرعة. على فين يا جميل؟ زبون تقيل مليونير. مين ده؟ فريد الغطريفي. فريد الغطريفي؟ فريد الغطريفي؟ هو جه تاني؟ مش خايف ده ولا ايه؟ وإن جه هيجي إيد ورا وإيد قدام، الخايب يفضل طول عمره خايب.
اسمعي كلام يا بنتي، هو حد طايل يتجوز الايام دي؟ يابا هستناك، ده مقابلك ومكلمك وقايل عليا. ذنبك على جنبك. صباح الخير. اهلا يا عبد الجواد. هلو هلو. شال ارقام جان؟ نعم. شال ارقام جان؟ انا رايي هي بتقول ايه؟ بتقول لك تجي لك تاني؟ انت ممكن تيجي تاني في اي وقت، البيت مفتوخ، البيت مفتوخ وانا ابقى مبسوط وانت تبقى مبسوط، اجي البيت مفتوخ انت تيجي في اي وقت. باي باي. باي باي. شفت الانجليزي بتاعي؟ عظيم، عيني برد عليك. مستورد معلم. الو الو، فريد بي. دفعه العربيات الجديده وصلت يا فندم. بالنسبه للعربيه اللي حضرتك حاجزها تقدر تيجي تستلمها في اي وقت النهارده لو حبيت. طيب اوكي اوكي. انت خارج؟ ما هستلم العربيه الجديده. طب ما اجي معاك اسوقها لك على الاقل؟ لا انا محضر السواق، مالكش دعوه انت. مين اللي بيرقص مع ناريمان ده؟ ها؟ ده فريد بيه الغطريفي مليونير. اتجوز؟ عازب. ما كنتش عارف تتعرف عليه؟ انت ناسي ان عندنا بنت؟ طب ما البنت اتجوزت، انت جاي تقولي الكلام ده النهارده يوم فرحها؟ فرح الندامه. هو ده عريس كنت تجيبه لها؟ طب خلاص خلاص. على العموم لازم تتعرف عليه، نديله البنت التانية. البنت التانية عندها 9 سنين. وماله استناها؟ عجبك الدوشة دي؟ بتهيألي قلقاكي مش عارفة تنامي. بس المخدة مريحاني. طب ما تيجي ناخد المخدة ونروح. زي ما تشوف. مش كده؟ يلا حلو. شركة منصور شيفورلي عن وصول أول دفعة من سيارات شيفورلي سايتيشن، وقد كان أول المسلمين السيد الغطريفي. يا زينة يا زينة. إيه؟ تعال شوف يا أوائل. إيه؟ بصي كده، مش ده شبه شعبان؟ شعبان مين؟ مين اللي هجيب شعبان في التلفزيون؟ ده هو فعلا هو. وعلى السادة الحاجزين التقدم لاستلام سياراتهم من معرض الشركة شارع جامعة الدول العربية المهندسين. هو ايه انت كمان؟ ده راكب العربية اللي اشتغلها، عربية بالشيء الفلاني. يابا ده شعبان. يا بنت بلاش تخاريف امار، بقى هو هيركب عربية زي دي؟ ده اللي زي ده يركب حمار. اللي يركب عربية زي دي الناس المتاخن بتوع الاستثمار. بقى انا هغلط في شعبان؟ ليه لا؟ هو كان من بيت اهلك. يوه يخلق مش شبه 40؟ لا بقى شعبان، انا متأكدة. هم تيكا تيكا هم تيكا تيكا هم تيكا تيكا.